مرق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نايضة أمام قنصلية الجزائر بالمغرب بسبب الاعتداء الجائر التي قامت به البحرية الجزائرية حيث قتلت شباب مغاربة تائهين. ومن جهاتهم أكد المحتجون أننا حنا كنرحبوا بخواتنا الجزائريين والعسكر ديالهم كيقتلوا وليداتنا، فين هو حسن الجوار؟ احتشد بعض المغاربة أمام قنصلية الجزائر بالمغرب للتنديد بالقتل الهمجي الذي كان ضحيته شباب يحملون الجنسية المغربية والفرنسية، وقد ندد هؤلاء بالتصرف الأرعن من طرف البحرية الجزائرية، حيث أكد المحتجون أن نظام الكابرانات بهذه التصرفات الطائشة وغير المحسوبة يسعى لجر المنطقة لأتون الحرب والصراعات في ظل الأزمات الطاحنة التي تمر منها القارة الإفريقية، كما يريد هذا النظام خلط الأوراق من أجل التغطية عن الأزمة الداخلية والعزلة التي وقع فيها بعدما تم رفضه من طرف البريكس. وقد أكد المحتجون كذلك أن المغرب لن ينجر للتصعيد والدخول في خطة الكابرانات. هادو راه ولادنا، هادو ولادنا، معاك راه ماشي ماشي نهضر ماشي رايح ماشي يفرحوا في البلاد ديالنا حتى كنتفاجئوا أنهم باش يقتلوهم. هاد الناس هاد أعداء، أعداء الله وأعداء الوطن. حنا كنقولوا ديما خاوه خاوه، وقف. حنا كنقولوا ديما خاوه خاوه حتى كنتفاجئوا بهاد الشابين اللي كنشوفوا انا وقتلهم في السعيديه. شنو ذنبهم هاد الناس؟ شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم؟ وحنا الان كنتمنعوا من هاد الوقفه، ما عرفتش علاش كنتمنعوا من هاد الوقفه. علاش؟ واش حنا درنا شي حاجه ماشي هي هذيك باش نتمنعوا؟ شفتي داكشي اللي وقع؟ اخويا شوف هادو الدراري الاعيان اللي ديالهم، وواحد معتقل، واحد اعتقلوه تما كاين، وواحد باقي الجثه ديالته ما جاتش اخويا. 18 شهر وباقي واحد صاحبي تما كاين، اللهم انا هذا منكر. وحنا ديما كنقولوا خاوه خاوه، يعني بغاو الجثه ديالها يجيبوها ما خلاوهمش. هادشي كتشكي ما كتعرفوا عليه المشكل، راه وحنا راه ما دايرين شي حاجه اللي ماشي ديالها. الاخوان جينا اليوم كنتضامنوا مع اسر الضحايا، خوتنا مغاربه اللي توفوا برصاص الغدر ديال هاد الناس هادو اللي هما كيكنوا العداء للمغرب. وحنا الحمد لله كمغاربه التاريخ يشهد بذلك، المغرب دائما كيتعاون مع الجزائر، ولكن اليوم علاش قتلوا الاخوان ديالنا؟ وحنا جينا سلميين نعبر عن الوطنيه ديالنا تضامنا مع اخوان ديالنا الشهداء اللي استشهدوا وسط البحر، اللي مشاو بجوله سياحيه، وتنطالبوا ارجاع الجثث ديالهم الى ارض الوطن. والجزائر راه شي يعرفوا شكون هما المغاربه، المغاربه هما اللي ضحوا بالغالي والنفيس لاسترجاع اراضي ديالهم، وهادشي قالوا على لسان الرؤساء اللي سبقوا وحكموا الجزائر. حنا حاليا كنعبروا على السخط ديالنا تجاه هاد المجرمين القتلة الارهابيين اللي قتلوا الاخوان ديالنا بعز الشباب ديالهم. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. والحمد لله عند الله سبحانه وتعالى غادي يكون الحساب. حنا كحقوقيين، حنا كحقوقيين عندنا الحق نرفعوا الشعارات ونتشدوا لعداء الوطن. حنا ما عندنا حتى مشكل مع العبر، حنا جينا نهضروا ونعبروا على السخط ديالنا والتضامن ديالنا مع الاسر. عندي في البال ديالي كنحاول نستحضرهم، جرت السوء، جرت المشاكل، جرت الاستفزازات، وجرت الابتزاز، وجرت المشاكل. فالكل يعلم هنا في المغرب وكذلك حتى في الجزائر وكذلك حتى في أوروبا ما اقترفته الجزائر في حق أربعة مدنيين، ملي كنقولوا أربعة مدنيين ما هز لا سلاح لا والو، كيلعبوا في جيت سكي، كانوا في السعيدية. صحيح أنهم اقترفوا خطأ بدخولهم للمياه الإقليمية الجزائرية، وهم عارفين الكره والبغض ديال الجزائريين، ما غاديش نقول 100% ديال الجزائريين حاقدين، ولكن غادي نقول حسب التعليقات والفرحه ديال بعض الجزائريين بمقتل ثلاث اشخاص او شخصين عفوا،
والشخص الثالث كيتواجد هنا في السجن الجزائري تم رميهم بالرصاص في عرض المياه الإقليمية الجزائرية. ما لقاوهم داخلين من الصحراء، ما لقاوهم داخلين من سندوف، ما حتى شي حاجة، ما عندهم لا سلاح لا والو. هادو الشباب كانوا كيلعبوا بالجيتسكي، لقاو نفسهم داخلين المياه الإقليمية الجزائرية، فتم الرمي ديالهم بالرصاص عمدا، وتم قتل شابين، وتم إصابة شاب ثالث اللي كيتواجد في السجن، وتم هروب الشاب الرابع. ثلاثة عندهم جنسية فرنسية وواحد مغربي. ففرنسا كذلك دخلت، لأن هادو كيتسموا الرعاية ديالهم ولو أنهم مغاربة، ولكن هما مغاربة الأصل، ولكن فرنسي الجنسية كيتسموا فرانكو ماروكان على حسب واحد العائلة ديالهم. فقالوا بأن الشباب عندهم جنسية فرنسية ومن فرنسيين من الأصل المغربي، وأكيد بأن فرنسا هي المعنية بالأمر أكثر. وزيد على ذلك يعني حتى المغاربة، لأن هادو كيعتبروا كذلك حتى المغاربة ولو أن الجنسية ديالهم فرنسية، يعني تزادوا كبروا في فرنسا ولكن الأصل ديالهم والعائلة ديالهم هم مغاربة. هناك سلفر أمني في محيط القنصلية العامة الجزائرية، كذلك تواجد رجال السلطة المحلية يعني في الأزقة المجاورة للقنصلية العامة الجزائرية. كنا كنقولوا خوا خوا ملي كانت القلوب صافية، ولكن يوم أمس ملي كتقرا التعاليق والفرحة ديال أبناء القوة الضاربة الكرغوليين الهبل الحمق، ملي كتلقى أنهم فرحانين لأن العسكر ديالهم قتل ثلاث مدنيين أبرياء، يعني الغلط ديالهم هو أنهم ربما أخطأوا أو سوء التقدير بدخولهم للمياه الإقليمية الجزائرية، فكان بالإمكان أن يتم التوقيف ديالهم من طرف البحرية الجزائرية عوض أنك ترميهم يعني بالرصاص في عرض البحر. وهناك شخص ثالث كيف قلت بأنه مصاب بالرصاص وكيتواجد في السجن، والشخص الرابع هو اللي تمكن أنه يرجع للمياه الإقليمية المغربية.